مشاهدينا الكرام، بجدد التحيه مره تانية لحضراتكم. وصلنا لفقرتنا الاخباريه اللي بنناقش فيها اهم الاخبار والمقالات والحوارات والتحقيقات المتنوعه من الصحف والمواقع الالكترونيه. مشرفنا ومنورنا فيها النهارده دكتور عبد الله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الاسبق. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، اهلا بحضرتك. خلونا نبدا جولتنا الاخباريه مع حضراتكم. امبارح كان هناك استقبال من الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتوني بلينكن وزير الخارجيه الامريكي والوفد المرافق له، وده كان بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه. المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه صرح ان وزير الخارجيه الامريكي نقل تحيات وتقدير الرئيس بايدن للرئيس عبد الفتاح السيسي، واشاد بالجهود المصريه المتواصله علشان يبقى في تهدئه للاوضاع بالمنطقة وترسيخ السلام والاستقرار. كمان ده كان هناك تسمين من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واكد على حرص مصر على استمرار التنسيق ما بين الجانبين، وده طبعا علشان يبقى فيه مصلحه من الامن والاستقرار الاقليمي في المنطقه. كمان اضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد التباحث بشان الاوضاع الاقليميه طبعا في قطاع غزه والاراضي الفلسطينيه. وزير الخارجيه الامريكي حرص على اطلاع الرئيس على مجريات جولته الموسعه بالمنطقه دي، الجوله الرابعه، والاستماع لرؤيه مصر بشان افاق الحل. كمان شهد الاجتماع عرض الجهود المصريه للتواصل مع كافه الاطراف بهدف الوصول لوقف فوري لاطلاق النار، ضمان نفاذ المساعدات الانسانيه. الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضروره اطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لتنفيذ القرارات الامميه ذات الصله، بحيث يتم ادخال المساعدات بالكميات الكافيه لانهاء الكارثه الانسانيه بالقطاع وانقاذ الاهالي اللي موجودين في غزه من المعاناه الهائله اللي بيتعرضوا ليها. كمان أكد على ضرورة أن تسفر جهود التهدئة عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية علشان نضمن أن يبقى فيه علاج لجذور الوضع الراهن وتمكين للشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة، وكمان يحقق الأمن والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة. دي الزيارة الرابعة لبلينكن بعد 7 أكتوبر، بيجي كل مرة، لكن الثلاث جولات اللي فاتوا ما كانوش أصفروا يعني إلى حد ما عن حاجة. بس الحقيقة الجديد اللي أنا لاحظته المرة دي هو تصريح بلينكن لأول مرة إن هم يبقوا بقى في اتجاه إن يبقى في دولة فلسطينية مستقلة، يمكن لأول مرة بنسمع هذا التعبير. الرسائل اللي أنت شفتها، شفت الزيارة المرة دي مختلفة، إيه الاختلاف اللي فيها؟ إيه رأي حضرتك يا دكتور؟ يعني للأسف شديد معاناة الشعب الفلسطيني بتزداد يوم بعد يوم، ويمكن احنا شفنا بعض الناس اللي موجودين في رفح موجودين على الحدود المصرية ابتدوا ان هم يتواصلوا حتى مع بعض الناس عندنا عشان ياخدوا شوية مية، ياخدوا شوية أكل. الوضع الإنساني كارثي بكل المقاييس. إسرائيل ماشية في خطتها، يعني اللي أنا شايفه حتى هذه اللحظة، ونتنياهو من أيام ما كان هو شاب وهو بيتحدث على أن مفيش حاجة اسمها دولة فلسطين ومفيش حاجة اسمها فلسطينيين. وبالتالي للأسف الشديد أنا شايف أن أمريكا يمكن عن طريق وزير خارجيتها بتحاول أن هي تهدئ الأوضاع شوية بالحديث عن فكرة الدولتين وفكرة أن الفلسطينيين لهم الحق المشروع في إقامة دولة مستقلة، لكن لا يوجد على الأرض ما ينبئ بهذا الكلام. لا الولايات المتحدة الأمريكية بتفرض على إسرائيل إن هي تدخل المساعدات الكافية زي ما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا هي بتحاول إن هي تضع جدول زمني محدد لهذه الحرب اللي ارتقت إلى مستوى الإبادة الجماعية زي ما شفنا جنوب أفريقيا مشكورة رفعت الدعوة على إسرائيل في محكمة العدل الدولية. يعني باختصار شديد جدا الولايات المتحدة الأمريكية بتعمل ما يسمى بتبادل الأدوار. أنت اعمل دورك وأنا هقول، يعني هحاول أهديهم شوية أقول إيه هنعمل حل الدولتين، لكن ما فيش، لا توجد إرادة سياسية حقيقية لدى الولايات المتحدة الأمريكية تنبئ أو تقول إني على الأرض هيبقى في هذا الكلام. لكن الحل ده اللي احنا فرضناه واللي احنا قلناه من أول لحظة، مصر مشكورة عن طريق سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أول يوم قالت إن هذا صراع لن ينتهي، وإسرائيل تبقى يعني حالمة إن هي تفتكر إن بالقضاء على حماس، لأن حماس مش مجرد حركة، حماس هي فكرة تتعلق بشعب حتى لو هو
تم القضاء على حماس وتم القضاء على الفصائل الفلسطينية، ستقوم فصائل جديدة للجهاد. القصة كلها فكرة إن إحنا المقاومة، فكرة المقاومة في حد ذاتها بغض النظر بقى عن مسمياتها تسمى إيه، لأن إحنا بنتحدث عن الشعب تقريبا الوحيد اللي محتل في العالم منذ عشرات السنوات، 75 سنة. فبالتالي نحن ولا يوجد في القانون الدولي، وأنا أستاذ قانون، لا يوجد ما يسمى أن المحتل هو اللي يتحدث عن الدفاع الشرعي اللي هي إسرائيل. الدولة المحتلة هي اللي لها الحق في الدفاع الشرعي، لأنك أنت محتل، ما تفعله هي جرائم. الاحتلال في حد ذاته جريمة بحد ذاتها. وبالتالي تبادل الأدوار اللي بتعمله الولايات المتحدة الأمريكية، وإحنا عارفين أن وزير الخارجية الأمريكي يهودي أصلا، صحيح، ورئيس بايدن تحدث على أني لو لم أكن صهيوني لوددت أن أكون صهيونيا، دي أحاديث معلنة. فبالتالي لا يوجد أمل في هذه الإدارة. أنا أعتقد يمكن في الإدارة الجديدة يكون في أمل في أن يكون في فكرة حل الدولتين، لكن الإدارة الأمريكية حريصة. الإدارة الأمريكية طبعاً، الإدارة الأمريكية إحنا بنتحدث على عدة شهور، ويمكن بنسبة تفوق 95% هنلاقي إدارة أمريكية جديدة تماماً، نأمل. لأن طول عمر للأسف الشديد الإدارة الديمقراطية ما بتبقاش عندها الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي مش بالقوة اللي هو بيقدر يفرض كلمته على دولة الكيان الصهيوني. صحيح. طب يعني من أمريكا، لأن كان في اتصال هاتفي بالأمس تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا من رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، تناول تطورات المشهد الإقليمي في ضوء الأوضاع الراهنة في قطاع غزة. تم استعراض التحركات والاتصالات الجارية علشان يتم الدفع في اتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتبادل المحتجزين. سيادة الرئيس شدد على مسؤولية المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع لإنهاء معاناتهم الإنسانية اللي طال أمدها. كمان تطرق الاتصال للأوضاع في منطقة البحر الأحمر وأمن الملاحة، حيث تم التشديد على أهمية العمل المكثف لتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة وتعزيز عوامل الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي. الحقيقة يعني عندي ملاحظتين وعايزة حضرتك يعني برضو يعني نعلق عليهم. فكرة ثبات الموقف المصري، يعني ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي للجانب الامريكي هو ما قاله للجانب البريطاني، هو ما قاله قبل كده من قبل حتى يعني 7 اكتوبر. موقف مصر ثابت في فكره حل الدولتين والعوده مره اخرى لحدود 67، فكره تحقيق السياده للشعب الفلسطيني حقه في ارضه، كل ده يعني موقف ثابت من الدوله المصريه. النقطه الثانيه بس هاخد تعليق حضرتك على دي الاول، لان نقطه بقى منطقه البحر الاحمر، لان كان في ضربه الصبح الولايات المتحده الامريكيه بالتعاون مع بريطانيا ايضا في توجيه ضربات للحوثيين في اليمن. خليني اخد تعليق حضرتك الاول على في النقطه الاولانيه. مصر طول عمرها لها خط ثابت فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه. احنا قلنا كتير قوي مصر مش وسيط في القضيه الفلسطينيه، مصر هي شريك اساسي ولاعب اساسي في القضيه الفلسطينيه. وبالتالي مواقفنا الثابته من القضيه الفلسطينيه ومن اهلنا في فلسطين هي على كل تاريخ الادارات المصريه الحمد لله، ويمكن الموقف اقوى واقوى في عهد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبالتالي مصر مش هتتحدث بلغتين. يعني شفنا الدول العظمى، مع كل احترام الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا، تحدثت بلغتين. الأول إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وده طبعا لا يوجد في القانون الدولي زي ما قلت لحضرتك أن يبقى المجرم هو من يطالب بالدفاع الشرعي عن النفس. لكن بعد كده بدأوا يتحدثوا عن فكرة الدولتين اللي تحدث عنهم السيد الرئيس من أول يوم في 7 أكتوبر لما انطلقت هذه الشرارة المتعلقة بالمواجهات بين الفلسطينيين والكيان المحتل. فمصر موقفها ثابت، مبادئها ثابتة، قضيتها الفلسطينية هي القضية الرئيسية، لأن زي ما قال سيادة الرئيس هي قضية كل العرب. وبالتالي يمكن مصر على رأس هذه الدول العربية اللي بتحافظ، ولذلك مصر حتى هذه اللحظة هي اللي صامدة في الحديث بقوة شديدة جدا عن القضية الفلسطينية. صحيح. أما لما نيجي نتكلم بقى على البحر الأحمر، نحن نتحدث هنا عن فكرة الحرب بالوكالة. كلا الطرفين
بس خليني عايزه برضو تعليقك على فكره ان الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظه الاولى بعد 7 اكتوبر حذر ان ممكن الصراع ينتقل للاقليم ككل. صحيح. وده اللي احنا شفناه النهارده من انتقال دايره الصراع. دلوقتي احنا البحر ولسه الاحمر لسه دايره الصراع لسه ما كبرتش، لان دايره الصراع كحرب اقليميه بمعنى كلمه حرب اقليميه ايران تدخل احنا ايران. لا احنا بنتحدث بقى عن لبنان ولبنان. صحيح. لان احنا بنتحدث عن حزب الله. حزب الله حتى هذه اللحظه يمكن في تحجيم شويه، ومع احترامي طبعا لحزب الله هو موجود عمودين تملي، هو اللي يجي يقول لك اطلقنا كذا، هم على عمودين موجودين في داخل الكيان المحتل. صح. بيجيبوهم في كل لحظه، لاني في اتفاق مسبق ما بين ايران والولايات المتحده الامريكيه على تحجيم الصراع، بس عشان حفظ ماء الوجه لايران فبيطلقوا كم صاروخ على كم منطقه بعينها، وتقريبا الفيديوهات يكاد تكون بقت تيبيكال من كتر ما هي بقت معروفه هم هيضربوا فين وباينه جدا يعني. لكن في البحر الاحمر خطوره شديده لانها بتتعلق بينا برضو، لان احنا ملاح. بنتحدث عن الملاحه الدوليه وعن حقنا احنا كمان كقناه السويس، لان احنا ده بيأثر علينا من الناحيه الاقتصاديه. لكن حرب بالوكاله باينه جدا، لان ايران مش قادره تواجه اسرائيل مباشره، فالحوثيين بيواجهوا الامريكان، والامريكان والبريطانيين بيدافعوا عن هذا الكيان، بيقولوا ما تدخلش انت، احنا اللي هنتدخل. لان هو عارف ان كل ما اسرائيل حاولت ان هي تتدخل الصراع هيكبر، لان ما الدول بتاع المنطقه لن تقبل باتساع رقعه الصراع ما بين الكيان المحتل وما بين الدول العربيه المختلفه. عشان كده لا، الامر خطير، الامر خطير. عشان كده كل يوم هتمتد فيه الحرب في فلسطين هيأثر تأثير كبير جدا على المنطقة ككل. صحيح. وهيبتدي هذا الصراع مش يأثر بقى على المنطقة اللي هي منطقة الشرق الأوسط، لا ده هيبقى صراع أكبر، لأن ده هيحصل تأثير كبير جدا على حركة التجارة العالمية، لأن أغلب التجارة العالمية بتكون موجودة في هذه المنطقة. وهنرجع بقى لعملية القرصنة مرة أخرى. طب السؤال اللي ممكن يطرح دلوقتي، أمريكا هل مثلا ما أخدتش، يعني زي ما بنقول أمريكا خاضت حرب ضد العراق، خاضت حرب في أفغانستان، خاضت يعني أكتر من حرب، النهاردة بدأت أنها تتدخل حتى لو عن بعد في فكرة، ما هي ما أرسلتش يعني جنود، لكن فكرة مش هترسل أي قوات، هي تكتفي بالضربات الجوية اللي بتحصل، لكن في النهاية هي كانت خرجت من كل هذه الأماكن بخسارة. ده حقيقي، وعشان كده هي عارفة أن اليمن تحديدا اللي بيخش في الحرب فعلا مشاكل كثيرة جدا. ويمكن دي كانت من الحاجات الجميلة للإدارة المصرية، إن هي لخبرتها السابقة في حرب اليمن وعرفت ما يحدث أيام عبد الناصر، وده اللي احنا حتى شفناه مع الأشقاء، سواء كان الإمارات قعدت فترة وأنهت الصراع، ثم المملكة العربية السعودية وحصل إنهاء للصراع. فالأمر هنا معناه إن لازم المجتمع الدولي يتدخل. الولايات المتحدة الأمريكية شايلة جهودها الكبيرة لحرب قادمة هي تعلمها جيدا أنها آتية لا محالة، وهي الخاصة بالصين وتايوان. صحيح. وبالتالي حتى كل جهودها فتحاول تحجم الصراعات في المنطقة قدر المستطاع. هو التحجيم الأساسي هو تحجيم لإسرائيل وإيقاف العمليات اللي بتحدث في فلسطين. خلينا نكون واضحين، ما يحدث في فلسطين هو برعاية أمريكية بريطانية. صحيح. ولذلك الكلام حديث سيادة الرئيس واضح للدولتين دول تحديدا، لان هم عارف ان هم اللي مدين الضوء الاخضر. صحيح. اما بقيه الدول على فكره بدات ترفع ايديها، يعني شفنا فرنسا تراجعت، شفنا المانيا بصوره كبيره تراجعت. صح. اغلب دول العالم المتحضر، لكن طول عمر بريطانيا هي الدوله يعني الاشنع في لان هي اللي عملت كل هذه الكوارث في المنطقه، وطبعا الكارثه الكبرى هو بتقسيم فلسطين نفسها. ده حقيقي، ده حقيقي. طب خلونا نروح للشأن الداخلي، لأن دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال في تصريحات له، ده كان في ختام جولته امبارح بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة، إن ما نشهده في ذلك الميناء بيمثل معجزة هندسية حقيقية. ميناء العين السخنة أو السخنة سيكون ضمن أكبر الموانئ على مستوى العالم، هيتم كمان التعاقد مع أكبر شركات الشحن وتجارة الحاويات في العالم، كمان إن الشركات نفسها شرعت أو بدأت في تسلم الأرصفة والمناطق المختلفة بالميناء.
المينا، وده علشان نبدأ التشغيل، وده بيعني أن عملية بناء المينا وإنشاؤه بتتم بالتوازي مع تشغيله، وكمان نفس الشيء بيحصل بالنسبة للمناطق اللوجستية. وأكد أن المينا بيتم التخزين عليه بشبكة متكاملة على أعلى مستوى من الطرق إلى جانب شبكة السكك الحديدية، سواء كانت قطارات ديزل أو قطار كهربائي سريع اللي هيكون موجود وهيخدم المحور اللوجستي الأكبر واللي هيكون هدية مصر للعالم. احنا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بيشهدها العالم وبتشهده طبعا مصر من ضمنها، لكن الدولة واخدة قرار باستكمال المشروعات القومية وانها تكمل ما بدأته. فيما يخص كمان تحديدا في اقامة بنية تحتية تكون جاذبة للاستثمارات. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من المناطق الهامة جدا، واللي احنا الحقيقة كلنا عندنا امل وبنعول عليها انها تكون ركيزة اساسية في تنمية الاقتصاد المصري. صحيح. بصي، هو طبعا سيادة الرئيس من ساعة ما جه وهو مركز في مشروعات البنية التحتية، وفي طفرة هائلة بيها يعني شهد بيها العالم كله. صحيح. واحنا كمان كمصريين بنشوفها في الطرق والكباري والمنشآت، وفي طفرة كبيرة جدا. ما ينقص هذا الكلام هو حكومة تقوم بدور المايسترو ليه؟ عشان تبقى جاذبة للاستثمار. جذب الاستثمار مش بالبنية التحتية بس، جذب الاستثمار بوجود بنية تحتية تشريعية واقتصادية ثابتة. أنا لست مع، يعني ناس كتير بتفرح يقول لك إيه، إحنا أدينا بنعدل قانون الاستثمار، أدينا بنعدل التعديلات الكثيرة، هي تنم عن عدم استقرار تشريعي، وده يخوف أي مستثمر، بالإضافة إلى عدم الاستقرار النقدي، دي برضو حتة تانية تتعلق بالبنك المركزي. طول ما أنا شايف أن هناك سعرين، وخلينا نكون صراحة وواضحين، سعر الصرف بالتأكيد ده هيخوف أي مستثمر. يبقى أنا عامل بنية تحتية، يبقى الدولة متمثلة في القيادة السياسية عاملة أعظم بنية تحتية جاذبة لأعظم شركات في العالم، ولكن الشركة وهي جاية أو الجهة أو الدولة اللي عاوزة تيجي تستثمر بتبقى متخوفة، لأن هو يدخل مثلا مليار دولار، بعد شوية لما يعوز يجي يلمهم تاني مع تغيير سعر الصرف فلوسه هتقل. إذن الأمر يحتاج بمنتهى الصراحة، وأنا أتمنى ده إن شاء الله يكون يحصل مع الحكومة الجديدة. الحكومة الجديدة أتمنى منها إن هي إن شاء الله تعمل هذا التناغم ما بين وجود البنية التحتية. محتاجين حكومة بفكر اقتصادي من وجهة نظرك. بصي، يعني ما فيش مجاملة بقى، إحنا مش هنجامل، مش هنجامل على حساب الوطن. لابد من وجود حكومة اقتصادية تكون فكرها فكر اقتصادي. يعني البنية التحتية العظيمة دي كلها اللي هي اتعملت، إذا ما كانش فيه تناغم وفكر وفهم، يعني إيه اللي بيخلي شركة، يعني ممكن مثلا شركة كبيرة جدا بتلاقي مدير شركة ولا رئيس مجلس إدارة شركة جه بيخلي الشركة دي عظيمة جدا، لو جه رئيس مجلس إدارة بفكر تاني ممكن ينزل بمستوى الشركة، مع أن هي نفس شركة وممكن يكونوا هم نفس الموظفين، ولكن الفكر الاقتصادي هام في هذه المرحلة. في مشاكل اقتصادية عالمية، بس في دول استطاعت أن هي تتجاوزها. يعني إحنا بنتكلم على روسيا وأوكرانيا، الاثنين بيتكلموا عن تصدير حتى هذه اللحظة. يعني صحيح. أوكرانيا تم تدمير تقريبا تلت أوكرانيا، ورغم ذلك بتصدر. تمام. القصة كلها، بص، عشان ما نتمسكش بزريعة فكرة أن الاقتصاد العالمي متأثر، طبعا متأثر وإحنا تأثر مما لا شك فيه، ولكن تخفيف التأثير الاقتصادي ده بيجي بقى للمايسترو، يبقى عندي رئيس حكومة يستطيع ان هو يجذب الاستثمارات، يعمل ايه، يعمل تثبيت، وده مهم جدا، تثبيت واستقرار تشريعي ونقدي ومالي. كل ما انت اصبح عندك الجو ده هادئ ومستقر، كل ما ده شجع لك. يعني بنية تحتية زي دي الطبيعي جدا ان انا يكون تجي لي الشركات العملاقه من هونج كونج ومن سنغافوره، لان الصراعات هتبقى موجوده هناك في شرق اسيا. صحيح. وهيبقى في صراع كبير جدا. اذا انا لو عندي رئيس وزراء اقتصادي قوي هيستطيع يقول لهم يا جماعه الصراعات اللي موجوده هناك دي هتاثر على التجاره العالميه، تعالوا شركاتكم هنا، وابتدي ان انا اتعامل معاهم بصوره جاذبه. صحيح.
طيب خلونا نروح لخبر آخر، لأن كان في تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية. قال إن سامح شكري وزير الخارجية التقى فور وصوله للعاصمة الإريترية أسمرة أمس مع وزير الشؤون الخارجية في دولة إريتريا عثمان صالح، وعقد الوزيران جلسة مباحثات قبيل لقاء الوزير شكري مع الرئيس الإريتري. السفير أبو زيد كشف أن اللقاء تناول الوضع الراهن في منطقة القرن الإفريقي، زي ممكن يكون سبل التعامل مع ما يرتبط به من تحديات طبعا على شتى الأصعدة. أكد كمان الوزير شكري على ما تليه مصر من اهتمام بالغ باستقرار المنطقة ومتابعتها للتطورات الجارية، وأعرب عن الدعم المصري الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن في هذه المنطقة اللي بتمثل ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والقاري. وجود سفير سامح شكري في التوقيت ده تحديدا في إريتريا في منطقة القرن الإفريقي طبعا أمر هام. طبعا بصي هو احنا بنلعب دبلوماسية صح؟ لا طبعا طبعا. مصر يعني الحقيقة أنا بعد 2013 إعادة هندسة العلاقات الدبلوماسية. بصي يعني الفضل يرجع لله سبحانه وتعالى ثم لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويكفي إن احنا بعد ما كنا مستبعدين أصبح كان سيادة الرئيس في 2019 هو رئيس الاتحاد الأفريقي. صحيح. فده معناه أن نجاح القيادة السياسية هيأت للدبلوماسية المصرية، لأن على المستوى الأعلى كان مطلوب جدا أن هو يحصل هذا الزخم السياسي الكبير اللي أدى إلى أن الدبلوماسية بتاعتنا تنجح أن هي توصل للدول الأفريقية. منطقة القرن الأفريقي دلوقتي مهمة جدا. ومنطقة القرن الأفريقي مهمة لأسباب عديدة جدا، سياسية واقتصادية وعسكرية. لازم علاقتنا تبقى قوية جدا بإريتريا مرة أخرى، لازم علاقتنا بجيبوتي، علاقتنا بالصومال. يعني الناس هتستغرب لأن الصومال هي أصبحت المطمع الآن من إثيوبيا، والحديث عن الصومال الجديدة وأرض الصومال الجديدة. صحيح. فبالتالي لازم نلعب بقى سياسة صح. سياسة صح زي ما بتحاول إثيوبيا التأثير علينا من جانب، نستطيع التأثير عليها لضمان وجودها على طاولة المفاوضات. صحيح. فبالتالي لما يحصل عليها ضغط عن طريق العلاقات الطيبة بإريتريا وجيبوتي والصومال اللي هي دول القرن الأفريقي، فبالتالي نحن بنتحدث عن علاقات قوية جدا. وبالتالي مصر مش عشان في صراعات موجودة في المنطقة جنبنا ان نبدأ بقى نركز في الجزء ده وننسى. لا، الجزء ده هام للغاية. وبالتالي انا بحيي طبعا معالي الوزير سامح شكري، لاني يا ريت يبقى في حراك سياسي قوي جدا في منطقة القرن الأفريقي ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا بقى اقول لحضراتكم، لان كلنا كنا منتظرين بالامس بداية محاكمة اسرائيل في محكمة العدل الدولية. ممثل جنوب افريقيا امام محكمة العدل الدولية قال ان الاحتلال الاسرائيلي مزق الشعب الفلسطيني وأهدر حقهم في تقرير المصير، وده من خلال تكثيف الانتهاكات في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية. كمان أضاف ممثل جنوب إفريقيا خلال مرافعته أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ارتكبت منذ عقود أعمال إبادة وفرضت حصار على قطاع غزة. قال كمان أن مستقبل الفلسطينيين بيعتمد على قرار محكمة العدل الدولية. حضراتكم كنتوا تابعتوا ان الامين العام لجماعه الدول العربيه احمد ابو الغيط قال انه من الطبيعي ومن المنطقي يعني ان تؤيد الجامعه العربيه بشكل كامل الدعوه التي رفعتها جنوب افريقيا ضد اسرائيل امام محكمه العدل الدوليه، واعرب عن امله بحكم عادل بيضع حد لهذه الجرائم. في تغريده عبر حسابه بموقع اكس اوضح ابو الغيط ان احنا بنتطلع الى حكم عادل جريء يوقف هذه الحرب العدوانية ويضع حدا لنزيف الدم الفلسطيني. امبارح شفنا محاكمة يعني تابعناها على يعني وسائل الإعلام كانت هامة في الغاية، والكلمات اللي اتقالت أمام المحكمة كمان كانت كلمات قوية وتاريخية. طبعا. والحقيقة فاهمين القضية صح وبتحدثوا بشكل واضح وصريح. الأمر إزاي وممكن يحصل إيه؟ جنوب أفريقيا طول عمرها قوية جدا في الحتة دي. أنا كنت أمل تضامن ومش مجرد التأييد لجامعة الدول العربية، كنت أتصور أن يحصل تداخل منها حتى على الأقل في هذا الأمر. وبالتالي جنوب أفريقيا طبعا كل التأييد ليها، لأن وجود حد من الدول القوية وجنوب أفريقيا معروفة سمعتها الطيبة فيما يتعلق بتأييد القضية الفلسطينية،
وكلامهم صح، لان احنا لما نتحدث عن ضرب البنيه التحتيه، لما نتحدث عن اكثر من 23 24 الف شهيد، تلتينهم تقريبا من النساء والاطفال، يبقى ده بنسميه اباده جماعيه ممنهجه. صحيح. لما اضرب البنيه التحتيه عشان ما يبقاش في ميه ولا كهرباء والسكان مالوش، يبقى ده بتؤدي الى تهجير قسري. وبالتالي كل هذه الامور في غايه الاهميه، واحنا صحيح. انا شخصيا بؤيد جنوب افريقيا، لان هي بدايه قويه جدا جدا ليها، واسرائيل ليس لها في كل الاحوال وفقا لاحكام القانون الدولي ليس لها ما يسمى بحق الدفاع الشرعي عن النفس. طيب عشان نبقى متابعين مع حضراتكم، احنا يمكن في الخبر اللي فات اتكلمنا ان في الساعات الاولى من صباح النهارده الجمعه، يعني قبل ما نطلع مع حضراتكم على الهواء، كان هناك اعلان من التحالف الدولي بضرب مواقع الحوثيين في اليمن، ورد الحوثيون بان الامريكان والبريطانيين هيندموا على عدوانهم وهيدفعوا الثمن باهظا، وبداوا في اطلاق عده صواريخ من الحديده باتجاه البحر الاحمر، وده كان بيتزامن مع خروج الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال أن قوات أمريكية وبريطانية وبدعم من دول أخرى نفذت بنجاح ضربات على أهداف للحوثيين. وزارة الدفاع الأمريكي البنتاغون أكدت شن غارات بمشاركة بريطانية استهدفت مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في عدد من المدن اليمنية. في مسؤولين في البنتاغون قالوا أن الأهداف المدرجة على لائحة القصف الجوي مناطق في صنعاء ومرفأ الحديدة، مضيفا أن نحو 10 أهداف حوثية تم استهدافها، مشيرا إلى أن الأهداف التي ضربت هي مراكز تصنيع مسيرات ومخازن أسلحة. السيناريوهات سريعة يا دكتور عبد الله المتوقعة بقى، يعني احنا يمكن شرحنا الوضع وقلنا أن أمريكا خاضت حروب ودخلت واليمن بالذات تحديدا، احنا لسه كنا من شهرين ثلاثة كانت المملكة العربية السعودية والإمارات بينشدوا الولايات المتحدة الأمريكية التدخل للضغط على إيران والضغط على الحوثيين، وما كانوش بيستجيبوا، لكن لما الأمر تعلق بالكيان الصهيوني هم تدخلوا فورا. صحيح. فبالتالي ده عشان نبين فكرة ازدواجية المعايير بالذات الدولتين دول، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. نعم. أمريكا نفسها أعلنت أن وحتى هذه اللحظة ليه؟ لأن هي بتستخدم دي ورقة للضغط على الخليج. صحيح. يعني دي لأن في لون داخل أمريكا الآن إن على فكرة أن هم ما حطوش أو ما أدرجوش الحوثيين في كجماعة إرهابية. بصي، اللي يظن أن ما فيش علاقة قوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يبقى ما بيفهمش سياسة. طول عمر إيران على علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية، تزداد وتنقص لكنها موجودة. وبالتالي هذا العقوبات اللي فرضت كل ده ورغم على فكرة لولا وجود إيران والضغوط الإيرانية لما استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية ابتزاز منطقة الشرق الأوسط وخصوصا دول الخليج بمنتهى الصراحة. واللي بيلعب سياسة عارف كويس جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا طالما استخدمت إيران للضغط على الخليج وابتزاز أموال الخليج عن طريق إيران. طب أنت ليه الحوثيين رغم كل اللي بيعملوه ده؟ مش لأن في اتفاق مسبق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على أنه ما يقربوش من هذه الفزاعة الجديدة اللي بتستخدم بالوكالة وهي الحوثيين. وجودها في المنطقة هتبقى هي ورقة ضاغطة جديدة من جانب القوى الدولية وللابتزاز المادي برضه والسياسي. صحيح. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور عبد الله المغازي معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا يا فندم. مشاهدينا الكرام، بكده بتكون انتهت جولتنا في صحافة اليوم. هنروح لفاصل، بعد الفاصل هنتابع بقى فقرتنا الدينية إن شاء الله مع هند، هنتكلم فيها عن شهر رجب والفضل للأشهر الحرم، وإزاي إن شاء الله إن احنا نبدأ نمهد لاستقبال شهر رمضان المعظم. اللهم بلغنا رمضان آمنين يا رب، ودايما تبقى فيه متجمعين على الخير، وربنا يا رب يعني دايما يحقق كل اللي احنا بنتمناه. انا بشكر حضراتكم جدا، واسيبكم بقى تكملوا معانا صباح البلد.